قال ولا تعزمني ولا هاي ارقام وطلبات تكبر. احنا اليوم جدا سعيدين ان موجودين بهذا المهرجان، نتمنى انه ياخذ فعليا صدى العربي الاكبر من هيك. احنا اليوم وصلنا مرحله حلوه، عندنا ضيوف من برا، الناس كلها تشارك هذا المهرجان بكل مكان. نتمنى انه ان شاء الله يا رب ما تكون اخر تجربه، نريدها تتكرر وكل هوايه تتكرر، لان احنا كلش فرحانين بها وهذا فخر لنا. نطلع للنطاق العربي، احنا اليوم طلعنا خارج حدود العراق. اليوم مكان يجمع كل الممثلين بكل اعمالهم، سواء كان برمضان، خارج السباق الرمضاني، ممثلين جدد، ممثلين قديمين، وجوه شابه، وجوه جديده، هذا كل اليوم راح يجمعنا، وهي شغله كلش مميزه. ان شاء الله ليش لا، اتمنى واني يعني اتوقع انه هذا المهرجان هاي دورته الاولى، وان شاء الله نوصل به للمية يا رب. ما عندي واتساب، ما عندي عرس. كل عام والعراق بألف خير بمناسبة هذا العرس الوطني، وكلش فرح حقيقي، يعني إضافة لفرح اليوم العراق الوطني وجود هذا المهرجان اللي إن شاء الله إن شاء الله يطلع بمستوى طموحنا، وننتظر النتائج اللي راح تترتب عليه هذا المهرجان. والله ضيف للعراق كله، مو بس الفنان، هذا التسويق البغداد، هذا تسويق انه احنا مدينه امان، احنا مدينه حلم، مدينه جمال، مدينه نقدر نحقق بها هاي الاحلام، نقدر نقضي بها ليله رائعه. فحقيقه تسويق لنا وللدراما وللحياه، أشد على إيد الناس القائمين على هذا المهرجان وأشكرهم جدا. هاي الأحداث اللي تصير بالعراق بهاي المهرجانات الحلوة، التحضيرات الحلوة، نشوفها يعني ترتقي، ما نشوف شيء عادي، لا نشوف شيء مميز بصراحة. أنه هسه يعني حتى بعدني ما دخل الجو، بس اللي شفته لحد الآن هو شيء واو، ابسط ما تقدر تقول عنه انه هو واو. منافسه هاي راح يصير طموح المبدعين كلهم انه يتنافسون للحصول على جائزه بهذا المهرجان. والله المهرجان هذا مهرجان مهم، واتوقع حيضيف هواي الفن العراقي. احنا محتاجين هذا المهرجان ومهرجانات اخرى تسلط الضوء على الفن والفنانين. يعني التسويق مهم، هاي المهرجانات تسوق الفنان والفن بشكل كبير.